في الدار البيضاء تتواصل فعالية الدورة 15 من مهرجان جازابلانكا مع حفلات سافرت بالجمهور عبر الأنماط الموسيقية المختلفة، وللاحتفال بعودته بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كوفيد-19 يعد المهرجان جمهوره بالاستمتاع بتجربة فنية متميزة، وكذا سيكون للجمهور موعد مع ألمع الأسماء الموسيقية على الساحة الوطنية والدولية. بداية لا يمكن التعود على الجولات، فهي حقا شيء خاص جدا وأنا أعيشها كتجربة مميزة. وجودي اليوم له طعم خاص، فلدي إحساس بأن الموسيقى التي أعزفها يمكن أن تفهم بشكل أكبر مقارنة مع مناطق أخرى من العالم. والسبب أنه في بلد مثل المغرب وخاصة في الدار البيضاء هناك انفتاح على العالم. المغرب منفتح على جميع الثقافات بفلسفتها الغنية، ومن بينها الإفريقية والأوروبية والأمريكية والشرق أوسطية. وألمس هذا التنوع بشكل خاص في الدار البيضاء. ولكل هذه الأسباب أعتقد أن موسيقاي ستصل إلى الجمهور لأنه مزيج من كل هذه الثقافات.